دكتور طاهر، مساء الخير، أهلا بك معنا. في الوقت الذي تحاول فيه بنغلاديش الحصول على جزيرة عائمة لاحتواء لاجئي الروهينجا، الأخبار تتحدث بأن ميانمار تقوم بجرف قرى الروهينجا. من خلال ربما توثيقاتكم عن ما يجري إلى حد الآن في ميانمار، لا تزال الانتهاكات مستمرة، إن كان من خلال الانتهاكات الإنسانية أو الانتهاكات فيما يخص جرف القرى، ما التوثيقات لديكم بداية؟ طبعا لدينا امور موثقه موجوده، والجيش منذ عام 2017 بل يعني من يوم ما بدا تهجير المسلمين من مناطقهم يجرفون المناطق ويبنون عليها مباني مختلفه يستخدمونها للجيش وكذلك لتوطين البوذيين. وما جرى الان في داخل اركان في بعض المناطق 55 قريه تجريفها، وهذه تستهدف إلى إخفاء الأدلة الجنائية على جرائم الجيش. وكذلك سمعتم أن هنالك مقابر جماعية، ونحن لدينا أمور موثقة مقابر جماعية وكذلك المقاطع تثبت أن هنالك أراضي لا زالت حمراء بدماء الناس، وهذه كلها وغيرها من الأدلة يريدون إخفاءها. وكذلك يريدون من هذا التجريف توطين البوذيين في قرى المسلمين. وهنالك شائعات بدأ ينشرها مسؤولون محليون من الجيش في داخل أركان أن يتم هنالك بناء قرى نموذجية، بمعنى قرى يبنون قرى لتوطين البوذيين من مناطق مختلفة، يجلبونهم ويسكنونهم في هذه المنطقة. طيب، وأيضا كل هذه الانتهاكات دكتور طاهر إلى أين؟ يعني لا نرى أي ربما إجراء يتخذ، واللاجئين روهينجا في بنغلاديش وضعهم الإنساني متأزم، رغم أنه بنغلاديش تحاول أن تنشئ لهم هذه الجزيرة العائمة وتحاول احتوائهم. يعني إلى أين كل هذه التطورات وهذه الانتهاكات؟ بل هذا تصعيد، لان بناء يعني او تجريف هذه المناطق وبناء مباني اخرى وتسليمها للبوذيين، معنى ذلك السلام على عوده اللاجئين مره اخرى. هذه رساله مباشره للمجتمع الدولي الذي يطالب لاعاده اللاجئين عوده امنه الى مناطقهم، فيقول الجيش ان لا يمكن، يجب ان يعودوا الى معسكرات اللاجئين مره اخرى او يبقوا الى في داخل بنغلاديش. كما ان خطوات حكومه بنغلاديش في ابهما يعني نقلهم الى مناطق جزيره، هذا ايضا يدل على ان حكومه بنغلاديش متواطئه نوعا ما على حكومه مع حكومه ميانمار في نقل هؤلاء الى جزيره، ثم وبالتالي طيب انتم كاتحاد عام للروهينجا، مؤتمر عام لاتحاد الروهينجا، يعني باتصالاتكم الدوليه ومطالباتكم، هل من يصل صوتكم؟ هل من ربما ضمانات لمحاوله مساعدتكم، ام ليس هناك اي اجوبه الى حد الان؟ ولا نجد هنالك اجوبه، ونحن نتواصل ونرفع صوتنا، وقلنا مرارا ونقول حتى الان ان نقلهم الى تلك الجزيره في بنغلاديش غير مقبوله نهائيا، وهذا مخالف للقانون المجتمع الدولي، لانهم سيتعرضون للموت والقضاء عليهم بسبب الاعاصير المتكرره. ونحن يعني في كل مكان نرفع صوت، ولا نجد اي تجاوب من الجهات الدوليه لاجل لحل هذه المشكله. طيب الروهينجا المتواجدين الآن في بنغلاديش، نسمع بأن هناك منظمات إنسانية ترسل لهم مساعدات، هناك دول مانحة تقدم هذه المساعدات، لكن الوضع الإنساني هل لا يزال يحتمل، أم أنه لم يعد يعد في الاحتمال أصلا؟ يعني ما رغم وجود المساعدات وضعهم الإنساني لا يزال يتأزم. طبعا المساعدات التي تأتي هي نسبة ضئيلة جدا، وهذه لا تكفي لهؤلاء الناس، بالذات المواد الصحية، وقد تتعرض يعني كما أعلنت الأمم المتحدة أنها مرشحة أن تتعرض للأمطار الغزيرة، وبالتالي قضاء على مساكنهم التي بنوها بأيديهم وأقواتهم، وهذه مشكلة أخرى. ولذلك يعني الاستجابة لطلبات اللاجئين في مخيمات جدا ضئيلة وضعيفة، وهذا تعرضهم لخطر الموت للأمراض الوبائية وغيرها، وما بالك إذا كان نقلهم إلى جزيرة أخرى للقضاء عليهم مرة أخرى.
شكرا لك على هذه المداخلة، رئيس المؤتمر العام لاتحاد روهينجا أراكان دكتور تاهر أراكاني، كنت معنا عبر الهاتف من مانشستر.